من جملة تلك السهام التي سقطت على صدر الحسين كان هناك سهمان يتعانقان بشدة، فقال لهما سهم ثالث: ويحكم، فرحان بمقتل ابن بنت رسول الله. فأجاب أحدهما: كنا بفرج شجرة أصغار عودي الله قصنا وصاغنا الحطاب سهميا، بعد ما باعنا كل واحد بصوب جمعنا القدر صدفة بصدر الحسين. الله حسين التقينا الله يعزك التقينا اخوان فوق الماء الاخوان. الله شايف لك مطشر يجمع اثنين. التقينا اخوان فوق الماء الاخوان. التقينا اخوان فوق الماء الاخوان. شايف لك مطشر يجمع اثنين. سهم ثالث ندسهم لا سيطون على صدر طفل ما قاطعونين. وقلكم جاي حسطك جذر جواي مو عطشان شاهد الندم نين.